السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. إدارة الدولة دعوات التحلي بالحكمة وعدم الانجرار خلف الأصوات الداعية للفتنة. الشمال الشرقي لسوريا منطقة التنازع الإقليمية، واقع جديد واحتمالات المواجهة العسكرية. حياكم الله. قبل عام من الآن كانت المواقف متقابلة ومساحات الاتفاق متضائلة، والفتنة تطبخ في الغرف المظلمة وعلى نار مستعرة، ومقادير مرة المذاق وكافية لإحراق أخضر العراق ويابسه. كل المؤشرات كانت تدل أن الأوضاع على شفا حفرة من الانهيار، لكن الأصوات الوطنية بلغة العقل والمنطق ألجمت الأفواه وتغلبت رسائل التهدئة على خصمها. وما جرى خلال اليومين الماضيين بحسب متتبعين للمشهد أنه محاولة يائسة للظفر بمساحة كافية لخلط الأوراق وبعثرة الاستقرار، خاصة مع الدعوة اللي وجهها ائتلاف إدارة الدولة للجميع بضرورة التحلي بالحكمة وعدم الانجرار خلف الأصوات الصادرة من الدوائر المشبوهة. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فبعد استعداد دمشق لقطف ثمار صمودها الذي دام لأكثر من عقد من الزمن، تحاول الإدارة الأمريكية خلط أوراق صفو الاستقرار النسبي ومحاولات التسوية السياسية للأزمة السورية بطريقة الدفع باتجاه تأزيم الأوضاع في الشمال الشرقي، وخلال بث الروح بين خطوط الصدام الجوي مرة وعلى الأرض مرة أخرى، من خلال تعزيز أسس الصراع وتدعيم قواعدها العسكرية وتوحيد الجماعات المسلحة. مشهد يحمل نذر تصعيد ومواجهة عسكرية مفتوحة تتجاوز مؤثرات ضفاف الفرات ويصل حد الأقطاب العالية المتداخلة مصالحها في منطقة الشرق الأوسط. هذين الملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله في هذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين في الاستوديو الدكتور خالد السراي رئيس المرصد الوطني للاعلام. حياك الله دكتور ضيفا كريما، وكذلك ارحب بالاستاذ رافد العطواني المحلل السياسي. اهلا ومرحبا بكم ضيوفا كرام. القصه ابتدات دكتور خالد من يعني تغريده ووصلت الى ساحات اوسع واحراق المقرات. ماذا كان يراد من هذه العمليه، وكيف وجدت دعوه ائتلاف اداره الدوله بالتحلي بالصبر والحكمه وجدت حيزها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمشاهديكم الكرام، للضيف المحترم لجنابك حياكم الله. لا بالتأكيد احنا دائما نتعرض، يعني احيانا احنا نخلق الظروف للتعرض للأزمات، واخطر الأزمات هي اذا اصبح صراع بين طرفي شيعيين يتجاوز لغة الحوار السياسي. بالحوار السياسي ممكن الخلافات، لكن من وضحت تتذكرون انه يعني حزب الدعوة اصدر بيان، ثاني يوم كان الموقف الحاسم من السيد مقتدى الصدر، وهذا ذكرنا بقضية يعني ليلة الاثنين مال ليلة الثلاثاء اللي حدثت لا سامح الله الله وقانا شرها الفتنة بالخضراء، وكيف ثاني يوم اوقف تداعياتها الخطيرة. الان هم نفس العملية، الهدوء، بس ما هي الدروس اللي ناخذها؟ يعني هو هذا اهم سؤال، كيف ممكن كوسط شيعي مستهدف في وحدته في تقاربه في مصالح جمهوره، كيف ممكن ناخذ اهم شيء نحتاجه؟ وهي كنا نحكي بها ويعتبروننا احنا دعاة تكميم افواه. يا اخوان ب 2018 يعني دورة 2018 كان مطروح قانون جرائم المعلوماتية. وجرائم المعلوماتية ترى ما بي تكميم افواه كأي بلد بالعالم، انت ما تفتح صفحة اذا ما معرف. وبالتالي لاحظوا كيف هذا الانفلات الغير معقول، وترى بالعراق بالمناسبة لاحظوا اي دولة بالعالم بهاي الانفلات، بحيث يفتح لي 100 صفحة وبأسماء وهمية ويسيء لأدق يعني كرامة مفاصل كرامة الإنسان وإساءة للشأن، بغض النظر حتى وصلت أنه تجاوزت المواطن العادي إلى القيادات السياسية إلى المراجع ورجال الدين على قدسية المراجع، وكيف كان يتم الإساءة لهم لأنه مفتقدين. إحنا أخذوا عبرة أخذوا درس. الآن المناقشة على قانون تجريم المراجع أو الرموز المقدسة تشمل الكل، هذه تحديدها جدا صعب. بالمقابل أنا كيف أضمن من راح يتصدى إذا ما أنظم قانون جرائم المعلوماتية؟ إذن الأمور كلها مترابطة، وهذه متعلقة بمهام البرلمان. إحنا المنظومة القيمية اللي دمرت خصوصا بمرحلة الحصار هذه يجب أن نرممها للآن. بالعكس إحنا بدنا نخسر من ضفتنا مفهوم المنظومة القيمية للشعب. هذه المسؤوليات. إذن إحنا شو الدرس؟ الدرس أن مو كل من يدعي ما دام هذا الانفلات، فما ماكو واحد يمثل جهة غير الحديث الرسمي، يعني أن تطلع لي تغريدة ما دام غير منظمة فبالتالي الكل تدعي ما تشاء. ثق أستاذ صفحات تفتح هو خارج العراق لا أصل ولا فصل، ويفتح لمين صفحة ويدعي انتماء كل صفحة لعشيرة معينة. نعم. عشائر كريمة وبالتالي تايهة. الآن لو تعرض أي واحد من عندنا، من هو الطرف المقابل اللي أساء الكرامته وأساء القيمته واعتدى عليه؟ ما معروفة، وهذه كان من زمان. والله كم بطرانة وقناتين عبئت، تذكرون ب 2018 والله هذا تكميل أفواه، لأنه يعني عندنا تيار مؤثر بالتواصل الاجتماعي ما يريد تنظيم مجتمعنا، ما يريد عملية حفاظ على منظومة قيم، يريد الانفلات لأنه هو المستفيد من الانفلات، ما مستفيد من الشعب العراقي، ما مستفيد من الأكثرية. يعني البارحة ينزل واحد يقول شنو طلعوا قانون الجرائم المعلوماتية؟ أنا ما أمن بالمقدس، أنتوا عندكم رجل دين مقدس يخصكم، أنا ما يخصني ولا أحترمه ولا ملتزم. زين السؤال هنا هذا، يعني لو عندنا نظام يعني قانون فعلا وبع إنفاذ القانون، بالمناسبة القانون وحده ما يفيد إذا مو قوة إنفاذ إليه، كيف ممكن أنه تردعه وهو ما معروف؟ كيف ممكن أن تقول له يا بحريتك الشخصية تخصك، لكن احترم مشاعر وقيم الأغلبية؟ هذه احنا ضيعناها يا استاذنا، احنا تخلفنا تماما، وانا اقصد احنا يعني كواجهات سياسيه اللي بالبرلمان، فباعتبار ان احنا جمهورها نحسب نفسنا احنا من جمهورها، هي اللي قصرت تقصير حقيقي. والى متى اكو عقلانيه؟ كلش عقلانيه عند القيادات السياسيه، ايش قد سياسيا تختلف، لكن من توصل لخلاف شيعي شيعي عقلانيه رائعه، ويحاولون يحصروا بأضيق نطاق ويحاولون، لكن بالمقابل بدون إجراءات لمنع التجربة من جديد أو الفرصة من جديد. هنا يجي قضية أهمية أن تكون قوانين وأهمية ردع،
يعني انت واحد يدعي من تمي لك وده يسيء، انت لازم ترد على بطريقه او باخرى. طيب اشير حضرتك الى جزئيه مهمه جدا، واجدد ترحابي حضرتك الاستاذ رافد العطواني. يشير الدكتور خالد الى ان جميع الاساءات اللي صدرت خلال اليومين الماضيين انطلقت من منصات مجهوله، ماذا يشير ذلك برايك؟ أولا دعني أحييك أستاذ أحمد وأحيي الدكتور خالد وكافة عاملي ومشاهدي قناتكم الموقرة. يعني بالحقيقة هذا العالم، عالم الإلكترونيات أو ما يعرف بالسبرانيات، يعني هذا عالم خطر وعالم يدرس الآن في كليات الإعلام وكذلك في العلوم السياسية وهو وأيضا الجامعات التكنولوجية، يدرس على أنه علم خاص بذاته ولديه الكثير من المبادئ الأساسية ولديه الكثير من المقومات التي يمكن تتبعها. بالتالي نحن نتحدث عن ظاهرة غريبة اللي هي ظاهرة الهجوم على المرجعيات. يعني فقط أحيلك أستاذ أحمد وأيضا دكتور خالد لموضوع مهم جدا. أولا المرجعيات الدينية، سواء كان السيد محمد صادق الصدر وحتى السيد علي السيستاني رحم الله الماضين وحفظ الله الباقين جميعا، يعني هم يعني مع انه تنتقد باحترام وادب وبعقلانيه وبالطرح العلمي، وانا اتذكر جيدا وهذا تسجيل موثق للشهيد الصدر الثاني محمد صادق صدر، يقول ان هنالك جهات دفعت اموال لجهات اعلاميه من اجل ضرب مرجعيته، وهذا معروف ومسجل بفيديو خاص، والرجل هو ايضا حتى يعني يعطي عذرا للذي تصله المعلومة مغلوطة، وهو يقول إذا شخص شتمني أو أساء الظن بي لكنه يرجو يعني المعلومة كانت مغلوطة ويرجو قربة من الله سبحانه وتعالى، فأنا أقول يعني لا بأس لكن عليه أن يتحرى. الأمر الذي حصل ما بعد تغريدة الشيخ حسن العذاري حقيقة، التيار الصدري لديه مجسات ولديه مؤشرات تؤكد أن حزب الدعوة وأطراف من قريبين من حزب الدعوة يقودون، ومن ضمنها بشائر الخير اللي يقيدها يعني يترأسها صهر المالكي، هم لديهم جيوش إلكترونية للأسف الشديد يعني تهاجم السيد الشهيد محمد صادق الصدر. لو لم يكن التيار الصدري أو الشيخ حسن العذاري متأكد من هذا الموضوع لم يعني يغرد بهذا الشأن، ولا كان السيد الصدر أول المبادرين لطرد الشيخ حسن الكعبي. بالتالي أنا أعتقد الرسالة وصلت للإخوان في حزب الدعوة إن كانوا قيادات محترمة. أستاذ رافد راح أسألك، يعني أكو فت قضية أيضا كانت هنالك الإساءة والتجاوز اللي صدر بحق بعض المقرات، هل كان عفويا بمحركات عاطفية أم كان بأسلوب ممنهج ومقصود؟ أبدا لم يكن بأسلوب ممنهج، وهذا ما نخشاه أستاذ أحمد حقيقة. التيار الصدري يعشق محمد صادق الصدر بشكل كبير جدا، وأنت تعرف حرارة استشهاده مع ولديه. أنا أتعجب يعني ماذا يفعل السيد محمد صادق الصدر كي يرفعوا تهمة الانتماء لحزب البعث. الرجل قتل في زمن حزب البعث، الرجل يعني استشهد مع ولديه وكان يحارب نظام صدام حسين من داخل العراق، لكن هذه التهمة للأسف الشديد يقودها بعض الأطراف داخل يعني حزب الدعوة، هذا ما أشار له تغريدة الشيخ حسن العذاري. بالتالي على العقلاء من الأخوان في حزب الدعوة، كافة الأخوان في الإطار التنسيقي والأحزاب الإسلامية، نحن نتبرأ من أي قطرة يعني من أي شخص يريد أن يورق الدماء. يعني حقيقة نحن مرينا بتجارب قاسية، الكل يعني هذه دماء أهلنا وناسنا، على الجميع أن يتحلى بشرف الخصومة، أن لا يتناسوا شرعيتهم. طيب. هذه أحزاب طيب. إسلامية، وهذه دعوة من خلال قناتكم أن لا تلحس السياسة عقولكم يا أخوان، أنتم أحزاب إسلامية عريقة، دعوا طيب. الفقه هو من يتحكم بأخلاقكم. ما تفضلت به خليني أكسل الدكتور السراي، حزب الدعوة نفى أي ارتباط لهذه الصفحات به، بل طالب بالدليل لمن يكيل هذا الاتهام، ما رأيك بهذا الطرح وذاك الطرح أيضا دكتور خالد؟ شوف بيني ما بين الله، أنا لا أتبنى، وهذا القرار يعني من فترة مو قصيرة،
أنه أي موقف سياسي لأي جهة، وبالتالي لكن الموضوعية والحفاظ على وحدة المصير وحدة المصالح وقدسية الدم. وما أشار له ضيفك الكريم أستاذ رافد، شو بلاحظ؟ أولا إحنا تعبنا، ثانيا مسألة الاستهداف موجود ليلا نهارا يعملون عليه، وتجاربنا قاسية باستهداف يعني وحدة هذا المكون، باستهداف إخراجه أصلا من 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 تأثير بالوضع العراقي، بالتأثير بالمنطقة، هاي معروفة كليته. هذه من تجي اللحظة أنا أعتمد على شيء رسمي. أولا إذا تاريخيا يعني عندنا نشوفه يعني بالتواصل الاجتماعي أفلام على ما حدث في مواقف معينة من تم استشهاد ويعني اغتيال النظام السابق واستشهد السيد محمد محمد صادق الصدر رضوان الله عليه، كان الموقف مال الدعاة موقف إيجابي ومتألم وقاموا بتظاهرات. هذه واحدة. ثانيا سؤال بسيط جدا، هو من هو اللي ممكن أن يسيء لشخصية؟ طبعا بالمناسبة هي مو ملك التيار، يعني صح التيار يتبعه كرمز حقيقي إلهم، لكن هذا ملك كل العراقيين، ملك كل المنطقة أصلا من قاوم صدام. هذه ما ممكن، يعني شلون أنا أتخيل أنه ممكن واحد يدعي الإسلام ويدعي انتماء سياسي بالعراق وممكن أن يسيء لهذه الشخصية اللي طيب. تركت هاي البصمة الكبرى بتاريخ. طيب ما دام هذا الطرح يعني تتفضل به دكتور خالد، من المستفيد من النفخ في نار الفتنة بين أقطاب المكون الواحد حاليا وأيضا الدالة الأخرى بأنها تزامنت مع شهر محرم الحرام؟ دكتور خالد وياي؟ نعم تفضل. شوف لاحظ حضرتك مسألة المستفيدين هذه ما يراد لها تشخيص، احنا كلها من طبعا قبل 2003 معروفة ما علينا، لكن من 2003 الآن احنا وين مستهدفين؟ كل المشاريع تصب في قضية إضعاف الدور الشيعي على أمل إخراجه من التأثير بالمعادلة السياسية. كل الأدوار للدور كيف أن يكون ما لنا تأثير، حتى تحولت إلى المنطقة، يعني لاحظ ما يتعرض الأنصار الله، لاحظ ما يتعرض له حزب الله بلبنان، لاحظ ما تعرض للجمهور الإسلامي، وإحنا أصحاب مصير ترى. إيش قد ما تكون الخلافات، إيش قد ما تكون وجهات النظر، لكن بالنتيجة إحنا مصير واحد على الأقل بحكم وحدة أعدائنا. إنه هنا يجي الحكمة، وإذا تسمح لي تفضل. التيار الصدري جمهوره تعب في سبيل بالانتخابات وفاز الأول و73 مقعد، وبالنتيجة عملية قرار السيد مقتدى الصدر وممارسة الدور ما مسبوق سابقا، وهاي بيني ما بين الله أتكلمها بمفهوم المعارضة. احنا نعرف 4-5 دا يسوون مؤتمر يقلبون الوضع، والرجل كلها تنازل وقال اذهبوا اعملوا واختموا شعبكم، واني رجال حاول اتجي قدر امكان للفقه، لكن بقى طبعا التأثير الشعبي معروف، انا اذا طلعت من الواجهة السياسية فالتأثير الشعبي موجود اليه. هنا يراد لها مدارات. الوضع النفسي لأبناء التيار مو سهل، يعني عندهم في لحظة يجدون نفسهم هذا الجهد كله، وبعدين يشوفون خصمهم السياسي يتبوع مواقعهم ويصبح صاحب سلطة. أطيب. كانت الحكمة تقول أنه أحتوي ردود أفعال معينة منفعلة مثل ما ثبت السيد مقتدى الصدر ورفض ضرب المقرات، وبالمقابل أنطي بيانات استباقية. يا أستاذ أنا أحس أنه أكو هجمة كليتنا لاحظناها، يعني خواهي 6 أشهر هجوم مستهتر غير طبيعي، لكن ماكو إلى جهة معينة ممكن تحمله. طيب دكتور حضرتك هجوم نقطة مهمة زين، هذا الهجوم بس اسمح لي ثانية تفضل. هذا الهجوم ما ممكن أنا استبق وأصدر موقف وبيان وأقول يتعرض الشهيد الصدر الثاني لكذا حملة يجب إيقافه أعاقب إذا عرفه من إعلامي عاقب، لكن تقول لي أكو توجه رسمي، يعني هذه ما 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 أؤمن بها، يعني ما أكو أدلة عليها، وما طلبوا ترى يعني الدعوة قالوا اعطونا أي دليل خاطر نتصرف. نعم. طيب يشير الدكتور السراي أستاذ رافد إلى زيارة السيد الصدر لأحد مقرات الحشدة التي تعرضت لاعتداء
ماذا يبعث برأيك برسائل في صندوق هذه الأحداث اللي كان يراد لها أن تخرج عن السيطرة؟ فقط أستاذ أحمد دعني أخبرك أحد القصص التي روى لي إياها شخصية كان من طلبة السيد الشهيد الصدر محمد محمد صادق الصدر. نعم. يعني ما بعد استشهاد السيد الصدر، هذا الشخص طالب كان لدى السيد الصدر وذهب إلى إحدى دول الجوار وهي سوريا، وللحقيقة وللأمانة وهو رجل حي يرزق الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. نزع عمته وطلب منه المالكي أن يعود وأن يلتحق بحزب الدعوة لكن رفض لأن شاف الوضع غير سليم. هذا الشخص بعد استشهاد السيد كانت هنالك أطراف معارضة داخل سوريا كادت أن تقتله، والشخص الذي نقذه وهي حقيقة وللتاريخ أسجلها والذي ساهم بإخراجه من سوريا نحو الولايات المتحدة الأمريكية كان السيد المالكي، وكان أقرب الشخصيات حزب الدعوة بالتحديد أقرب المعارضة إلى روح السيد محمد محمد صادق الصدر. لكن للأسف الشديد وأنا أقولها وبمرارة لاحظنا أنه العامل السياسي والنشوة في أخذ المناصب والانتصار السياسي غير من سلوكيات بعض الشخصيات داخل حزب الدعوة، وهذا المسألة يجب أن يعاد الأخوة في الدعاة أو ما يعرف بحزب الدعوة ودولة القانون أن يعودوا بالنظرة لسلوكياتهم مع التيار الصدري. أنتم كنتم أقرب الشخصيات المعارضة للتيار الصدري، عودوا لذلك السلوك، هذا دعوة. أما في محل سؤالك عن زيارة سماحة السيد مقتدى الصدر لأحد المقرات الحشد، وهذه إحدى رسائل السلام التي يبعثها بين الفينة والأخرى مقتدى الصدر، وحتى هذه اللحظة الصدر لم يدخل في نزاع مسلح على الإطلاق مع أي جهة سياسية شيعية ولا سنية ولا من أي طبقات المجتمع العراقي على الإطلاق تماما، هو دخل ساحة حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنها يعتبرها محتل، ودخل بصراع مع القوى الإرهابية داعش وغيرها، لكنه لم يدخل بصراع مسلح. وهو أنتم تعرفون والشارع العراقي يعرف أن أول حشدا شعبيا تشكل بعد 2003 هو جيش الإمام المهدي، وهذا مثبت. الرجل لا يدفع باتجاه أن تتقاتل أبناء المكون الواحد ودائما، وهو زهد بهذا. وخير ما قال دكتور خالد، الرجل 73 وهذه سابقة لم تحدث في كل العالم، شخص الفائز الأول بالعراق أراد مشروعا وتخلى عنه وقال اذهبوا وشكلوا حكومتكم وأنا خارج من البرلمان. لكن للأسف وأقولها مرة أخرى على الأخوة داخل الإطار أن يتعاملوا مع الموظفين الصدريين داخل حكومة الإطار التنسيقي على أنهم شخصيات لا يمكن المساس بمناصبهم، لكن للأسف وأكررها أن هنالك بعض الشخصيات داخل الإطار تستهدف التيار وتجريفه من هذه المناصب، وهذه كما تفضل الضيف الكريم دكتور خالد ليست من بادرة حسن النوايا. طيب. عليهم أن يبادلوا فقط لهاية أستاذ أحمد. صلب القضية يعني. نعم. دكتور خالد، هل هنالك محركات خارجية حفزت الفواعل الداخلية لإيقاد النار وبعثرت أوراق الاستقرار السياسي، خاصة وأن البلاد مقبلة على محطات مفصلية الأبرز منها الانتخابات المحلية؟ شوفوا لاحظ هذه التدخلات الخارجية من توصل لحد الخطاب الشعبي يعني بين أبناء الشعب ومختلف توجهاتهم السياسية ومكوناتهم، هنا تجي الأدوات الداخلية. كلكم حضراتكم حتى المستمعين بيدخلون تويتر، يدخلون كلوب هاوس، يشوفون الفيس. كن على يقين في لحظة إذا فتحت غرفة من أي طرفين تباوع تعلم تعرفه داعشي وتعرف قصائده وتعرف حكيه وتعرف تمجيده بداعش ويدخل لأجل شعل والتوتير. هذه الأدوات الداخلية موجودة، جزء من القنوات عندنا رسمية تأجج الوضع. فبالتالي أنا هذا الخطاب الآن الأستاذ رافد
من واجهات التيار، لأن الواجهات شنو؟ الواجهات هي الإعلام، يعني من يطلع يخاطب الشعب. احنا نقبل جباهكم العراق الشعب تعبان، وخصوصا الشيعة، والخلافات اللي تمت ما انتجنا منها غير خسائر وثمن، واللي ما يعرف انه اخوه ظهره فهذا ما مؤمن، اما اصلا لا مؤمن بطائفة ولا مؤمن بمكون ولا مؤمن بطن. انا اضرب مثل بسيط جدا وانا عايشته، الساعة 11 الا ثلث بيوم تفلي يعني الاعتداء على المرقدين المقدسين بسامرة، والله بالدعش اكثر من 150 الف جندي امريكي انسحبوا القواعدهم. الاصوات اللي كانت عمرها ما استنكرت من تقول يا بخافوا من الحليم اذا غضب سمر لطول، الجنازة تروح تصير 13 نفر لان الكية بها 13 نفر رجال ونساء يذبحون، ما حد وطلعوا الشباب التيار ثلث ساعة عدلوا هالوضع كله. هذا 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 رصيد هذول شبابنا. اذا شلون ننتشل هاي لحظات الانفعال هذه اذا ما يقعدون العقلاء ويدرسون قضيه اكو انفعال، اكو انفعال بدليل ان السيد مقتدى احنا مو عندنا ثوابت. انا بالنسبه لي اتعامل مع ما يقول السيد مقتدى كمواطن متلقي، قال ما يجوز هذه مال مساله استخدام العنف والرعب او كذا بعرق المقرات. طيب. طبعا مقرات هاي هذه فد مظله لدوله ولحكومه تحرص عليه يعني مسؤوله عنها، بالتالي احنا بوضع ديمقراطي ما يسمح لردود افعال عفويه. وقيل هي عفويه يعني ما حد ما تبناها التيار ولا قال فوتوا بها مره ثانيه. هنا هذا الوضع النفسي اذا ما قعدوا بين علماء نفس بين سياسيين عقلاء من هذا المكون رجال الدين طبعا بالمقدمه المرجعية تحتوي هاي الظاهرة، هذول بكل أحوالهم شبابنا، شنو اللي طعنهم، شنو اللي غثهم، شنو اللي كذا، لأنهم بطبيعتهم طيب. ما عندنا تنظيم احنا بالعراق هالقد متماسك ومركزي مثل التيار. طيب هنا أنا أرجع إلى نقطة أثرت حضرتك منذ البداية وهي إقرار قانون جرائم المعلوماتية. أستاذ رافد بعد الحادثة برزت دعوات لتشريع قانون جرائم المعلوماتية وقانون أيضا الإساءة للمراجع الدينية، هل راح يضمن برأيك هذا القانون يضمن الردع من هذه الإساءات وشنو الحاجة لذلك التشريع وإذا ما كانت في إزاء بعض العقوبات؟ أستاذ أحمد يعني المفارقة يعني للأسف الشديد أنا أقول يعني ما بعد التغريدة سماحة السيد أن تكون هناك جلسة للبرلمان وتشريع قانون التجاوز على المرجعيات أو المقدسات بصورة عامة، يعني القرآن، الأماكن المقدسة، الرموز الدينية بكافة مسميات. ذات الوقت أبرزوا الأخوة في دولة القانون طلب آخر تجريم وعدهم من الإرهاب اللي يعتدي على المكاتب. هذه أنا أعتبرها يعني مثل الوغزات الأبر يقولون للتيار، وهذا يعني المفروض كان من الأخوة داخل الدعوة أو دولة القانون عوفوا الموضوع على ما هو عليه. الرجل خرج وأدان الموقف ودعا لمصلحة الجميع، لماذا تصدرون بيانا مباشرة ما بعد بيان الصدر؟ وهذه يعني تشنج الموقف أكثر. كان على الأخوة أن يكون أكثر حلما وأن يدعو ويدعو مع تغريدة الصدر أو مع دعوات الصدر، وكذلك الأخوة أيضا داخل الإطار التنسيقي بشكل عام نحن مع، ولكن أيضا ائتلاف إدارة الدولة يعني أيضا دعا للتحلي بالصبر والحكمة. أستاذ رافد احنا الجميع يعني أنا لست مع إراقة الدماء، لسنا مع أي هذا الخطاب، لكن التيار الصدري تيار عاطفي تيار منضبط نعم، لكن عندما يصل الموضوع إلى رمزهم والرابط الحقيقي ما بين زعيمهم مقتدى الصدر والقواعد الشعبية، وأنا أعتقد هذه الهجمة هي هجمة سياسية غرض من عندها. يعني لو كان لم يكن التيار الصدري الآن موجود في العملية السياسية ما كانت الهجمة على السيد محمد صادق الصدر على الإطلاق، لكن يريدون بعض الأطراف أن تفك هذه العقدة الرابطة الحقيقية الشرعية ما بين زعيم التيار الصدري وقواعد الشعبية للأسف الشديد. وأنا هذه دعوة صادقة يعني أقول
على الأخوة داخل الإطار وإدارة الدولة الكل جميع وحتى الزعامات، نحن لا يعني هنالك بعض المصادر التاريخية أو بعض الاختلافات الفقهية وهذه موجودة، وكنا نحن يعني ندعي الثقافة وقارين للفقهاء واختلافهم وقارين للسير النبوية وسير الخلفاء، هنالك اختلاف، لكن الاختلاف خلوه في الندوات المغلقة، خلوه بالمناقشات الغير العلنية، أن لا يخرج زعيما ولا يخرج شخصية قريبة من جهة معينة ويطعن بشكل غير موضوعي واتهام ساذج واتهام يمس في كرامة السيد محمد صادق الصدر وغيره. يعني حتى احنا نتعامل مع الأخوة السنة يعني كشركاء حقيقيين، نعم هنالك اختلاف واضح في الحقائق التاريخية، لكن نراعي مشاعرهم وهذا جزء من ديننا وهذا جزء من خطاب دقيقة المرجعية. الأخيرة من دكتور خالد السرائي أستاذ رافد، دكتور خالد يعني بعد هذه الحادثة أيضا هنالك المحتويات المسيئة اللي حضرتك حددتها أستاذ رافد في الغالب تكون ضمنا وليس يعني تكون علانيتها مكشوفة، لأي درجة يصعب هذا الأمر أو يصعب من مهمة السيطرة على هذه المحتويات؟ لا بالتأكيد، أنا أشوف هاي الملاحظة اللي أنا ما أعرف شنو القانون وبنوده يقول أكو هيك فقرة أستاذ رافد، لا فعلا أنا ما أبحث عن قانون يكون نتيجة ردع بدون عقل، أنا أبحث عن حل إشكال، والإشكال في أغلب جانب مو سياسي، جانب عاطفي، بدليل دائما أي شيء يتحقق بإستاذ تروح على المستفيد. بالله عليكم أكو طرف سياسي كانت دعوة أو دولة قانون أو إطار تنسيقي من مصلحته يستفز التيار؟ ما من مصلحته، مستحيل. إذن الموضوعية تقول، أما أنا أجي الآن أقول القانون يتضمن عدم حرق، هاي قاية بديهية، هاي مسؤولية حكومة، هاي مو قانون. اسمح لي مداخلة دكتور خالد من فضلك، يعني أنا قلت دعوا الأمر، عضدوا لكلام الصدر أفضل من تنزلون بيان وكأنه يعني تضمين للرد العفوي من جماهير التيار الصدري. بالتالي كانت أحرى دعوة من ائتلاف إدارة الدولة دكتور خالد التحلي بالحكمة. بالحكمة بالضبط. لا أستاذ أحمد، كانت البيان دولة القانون مباشرة ما بعد تغريدة الصدر للدعوة إلى تجريم الهجوم على المقدسات أو المرجعيات. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ رافد العطواني المحلل السياسي، أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر كثير لحضرتك الدكتور خالد السرائي رئيس المرصد الوطني للإعلام، ضيوفا أكارم في الاستوديو. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع.
مجددا حياكم الله مشاهدي الاحباء بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم في الاستوديو الاستاذ مخلد حازم الخبير الامني. اهلا ومرحبا بك استاذ مخلد. أهلاً. نتحدث عن الشمال الشرقي لسوريا وان هنالك مؤشرات لتحركات امريكيه متناميه في هذه المنطقه جوا وبرا ايضا، ماذا في جعبه واشنطن في هذه المساحه التي تعد نقطه النار المحليه والاقليميه برايك؟ مساء الخير عليك أستاذ أحمد، ومساء الخير على مشاهدين قناة الأيام. نعم، قد نشهد صيفا ساخنا في القريب العاجل لمعطيات ممكن أن نراها قد تثقل الوضع في سوريا وكذلك الوضع في العراق. يعني بدأ هنالك انتشار للقوات الأمريكية خصوصا عند بعدما وصلت الفرقة الجبلية العاشرة، وهذه الفرقة معروفة بمهامها الخاصة ومسكت الأرض في العراق وفي سوريا. المنطقة المحيطة بدير الزور تم انتشار أمريكي واسع لهذه المنطقة. قد تنتقل الحرب الروسية الأمريكية إلى هذه المنطقة لأن هنالك معطيات كثيرة، خصوصا بعدما بدأ هنالك احتكاكا جويا ما بين الطيران الروسي وما بين الطيران الأمريكي الذي سارعت على أثره القوات الأمريكية بإرسال طائرات F-16 والF-35 إلى المنطقة مصحوبة ببوارج حربية. يعني كل هذه المعطيات تنذر أن هنالك شيء قد يحصل في المنطقة في القريب العاجل، خصوصا أن أمريكا اليوم تسيطر على منطقة التي تسيطر عليها هي منطقة شرق سوريا التي تواجد فيها قوات سوريا الديمقراطية وهي الحامية لها، وقد تدعم في بعض الأحيان قوات الجيش السوري الحر، والروس دائما ما يدعمون قوات سوريا النظامية. فبالتالي هنالك حراك في هذه المنطقة. هنالك أيضا المنطقة قد حشدت فيها الكثير من فصائل المقاومة، إضافة إلى ذلك قد تم نشر مقاومات طائرات وقد تم نشر مدافع في هذه المنطقة. فبالتالي قد تكون هنالك يعني حركة غير محسوبة من قبل الجانب الأمريكي على لاعتبارات كثيرة، أن تريد أمريكا إثبات الوجود في هذه المنطقة وكسر إرادة يعني شون الروس. شون إثبات الوجود يعني هل بمعنى أن واشنطن أستاذ مخلد تسعى لفرض واقع جديد على الحدود السورية؟ هل تريد السيطرة على الشريان الحدودي لقطع التواصل بين العراق وسوريا وقطع خط الإمداد البري؟ بالتأكيد هذا ما تسعى إليه، لأن هذه القوات قد تم نشرها في المنطقة من الجانب العراقي بالقرب من معبر البوكمال، وكذلك من الجانب السوري في منطقة دير الزور. هي تريد أن تقطع أي تواصل أو أي نقل لأي مواد تنتقل من العراق إلى سوريا أو من سوريا إلى العراق. هي ظهرت في أكثر من تصريح قالت أن هنالك حربا أخرى سوف يقوم بها الجانب الأمريكي، إضافة إلى محاربته عناصر داعش هو حرب القضاء على المخدرات التي هي تنتقل من سوريا إلى العراق. فبالتالي هنالك تضارب في التصريحات ما بين الجانب الأمريكي وما هو موجود على أرض الواقع، لكن كل المعطيات أن حركة هذه البوارج وهذه الطائرات واستبدال القوات الأمريكية بالقوات القديمة التي كانت متواجدة في عين الأسد وكذلك في منطقة شمال شرق سوريا، كل هذه المعطيات يعني قد يعني تنذر بعملية عسكرية قد تحدث. وهذه العملية إذا ما حدثت لا سامح الله أكيد سوف يكون فيها يعني مشاركة للجانب الروسي، مشاركة لقوات النظام السوري، فكل هذه المعطيات قد نشهدها في المرحلة القادمة. طيب هنا لازم نتحدث الأستاذ مخلد عن قضية اللي هي تتحدث عن تجاوز الإدارة الأمريكية أهدافها المعلنة. هنا راح أتحدث عن محاربة داعش الإرهابي إلى الأهداف الإضافية المرتبطة بالجيوستراتيج.
يعني الجانب الأمريكي لا يمكن يعني أن يعني نحصل منه على رؤية واضحة المعالم. المنطقة التي تسيطر عليها هي منطقة يتواجد فيها الكثير من إرهابي داعش، يعني الكثير من تسربوا بعد عمليات الباغوز السورية في مناطق غرب الفرات وشرقها وكثير من المناطق. أمريكا متواجدة في هذه المنطقة لكن ليس لها دور فاعل نراه على أرض الواقع، وخصوصا عندما حدث في سجن غويران في الحسكة لم نرى أن أمريكا قد تدخلت إلا بعد فوات الأوان وإلا بعد انفجار الصهريج في هذه المنطقة، وتم هروب الكثير من العصابات الإرهابية من هذا السجن. هنالك يعني رؤية حقيقية، يعني أمريكا تريد أن تنقل الصراع الروسي الأوكراني في على الأرض السورية. هنالك مناطق تشعر بها أنها مناطق نفوذ لها في سوريا، يحاول الجانب الروسي التعدي على هذه المناطق بسبب أن هذه المناطق يعني التي تتواجد فيها آبار النفط يعني تعتبر مصدر إلى الموضوع التركي. ليس هو الأقرب من الموضوع الأوكراني الروسي أستاذ مخلد، بمعنى يعني أن التواصل السوري التركي لإحداث اتفاق يقضي بانسحاب القوات التركية من الشمال السوري، هو هل يعني أن تفكيك الجماعات المسلحة بطريقة تلقائية، هذا التحشيد الأمريكي في المنطقة، هل هو مساعي لإيجاد البديل عن القوات اللي راح تنسحب؟ يعني أنا لا أتوقع أن هنالك يعني رؤية بأنه يتم استبدال قوات سوريا الديمقراطية بقوات أخرى، مثل ما تحاول تركيا وسوريا بناء علاقات من أجل أنه يتم السيطرة على الحدود القريبة من تركيا من قبل قوات نظامية في سوريا. أمريكا لا تزال تعتبر سوريا من الأنظمة التي لا يمكن التعامل معها، لذلك لا يزال يعني عقوبات قيصر هي مفروضة على سوريا لحد هذه اللحظة. فيعني كل هذه المعطيات يعني نريد أن من خلالها أن نبحث أن الجانب الأمريكي يريد أن يعني يقف حجر عثرة تجاه أي اتفاق ممكن أن يحصل ما بين تركيا وما بين سوريا، على اعتبار أنه أمريكا اليوم تسيطر على هذه المنطقة، وهذه المنطقة تعتبر حيوية جدا لاحتواء على آبار نفط، ممكن خطوط نقل، خطوط نقل الغاز، خطوط نقل النفط، ممكن أن في يعني في المستقبل تكون من هذه المنطقة. لذلك حتى قوى سوريا الديمقراطية في بعض الأحيان بسبب تجاهل الجانب الأمريكي لها في كثير من الأمور اللوجستية والأمور المادية هي تقول نحاول أن نفتح أفق مع الجانب السوري قوات النظام لأجل إقامة عمل مشترك في هذه المنطقة وضبط الحدود، لأن هذه المنطقة حقيقة هي تضر بالجانب العراقي، لأنها منطقة تعتبر خاصرة رخوة لتسلل الإرهابيين، لأنه لا يوجد تبادل معلومات كاملة ما بين الجانب الأمني العراقي وما بين هذه المنطقة وقوى سوريا الديمقراطية. مرة سميتها خاصرة رخوة، مرة سميتها أنه منطقة نفوذ وثروات أستاذ مخلد، وهنا أسأل حضرتك يعني لما دمشق وحلفائها الصين إيران روسيا تريد إخراج القوات الأمريكية من هذه المنطقة، طيب هنا أنا شنو احتمالات المواجهة المباشرة؟ يعني كما يبدو هي منطقة نفوذ وثروات مثل ما تفضلت حضرتك، وتجاوز لقواعد عدم الاصطدام. عندما تكلمت وقلت أنها خاصرة رخوة، يعني من السهولة يعني تسلل الإرهابيين عصابات داعش من المنطقة المتجاورة يعني للحدود، وخصوصا أن قوات سوريا الديمقراطية يعني تبعد عن الحدود العراقية تقريبا 10 كيلو، يعني منطقة لا يوجد فيها الأمن الذي ممكن أن يسيطر على هذه المنطقة الحدودية. وعندما قلت أنها منطقة يعني ذات نفوذ وإمكانيات يعني اقتصادية، نعم أنها تحتوي على آبار نفط تسيطر عليها الجانب الأمريكي. اليوم الجانب الأمريكي أي تعاون يعني أي تحالفات ما بين سواء روسيا إيران سوريا تعتبر هي ضد هذا التحالف، على اعتبار أنها لا تريد
أن تجعل من روسيا والصين يعني منفذ لها من خلال الشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك أيضا هنالك نقطة مهمة، يعني توقف المباحثات النووية الإيرانية الأمريكية أكيد سوف هو هذا سبب من الأسباب التي جعلت أمريكا تتحرك في هذه المنطقة، وهي تعرف أنها هنالك فصائل تتبع إلى الجانب الإيراني في هذه المنطقة، فهي تريد أن يعني تحدث اضطرابا، تريد من خلالها إرسال رسائل يعني إلى الجانب الإيراني مرة، إلى الجانب الروسي مرة أخرى، فبالتالي وأيضا الجانب العراقي أستاذ، الجانب العراقي يعني أيضا انسحاب هذه التوترات الإقليمية والعالمية على الساحة العراقية، كيف تنظر إليها من وجهة نظرك؟ يعني أكيد هو أي ضرر، يعني أي مشكلة أي ضرر في يعني قرب الحدود العراقية قد يسبب ضرر أيضا داخل الحدود العراقية، لأن اليوم هنالك قوات تحمي الحدود العراقية، قوات حرس الحدود، هنالك موانع، هنالك أسلاك، فأكيد الضرر الذي يتسبب داخل الحدود السورية قد ينعكس على ما موجود داخل الأراضي العراقية. هنالك حجج تذرعت بها أمريكا أنها قد تعرضت إلى استهداف بطائرات مسيرة من مناطق قريبة من دير الزور إلى أحد قواعدها، وقد تسبب بمقتل 4 من المتعاقدين معهم وإصابة أعتقد جندي. فهذه الأسباب هي التي جعلت أمريكا تذهب باتجاه أوسع إلى أنه تنشر قوات جديدة، تستخدم طائرات حديثة، لأن الطائرات F-35 إذا ما دخلت الأراضي السورية أو دخلت في المياه الإقليمية لا يمكن كشفها، لأن هذه طائرات ذات تقنيات عالية، حتى رادارات المتواجدة داخل الأراضي السورية أو يعني داخل الأراضي العراقية لا يمكن أن تكشف هذه الطائرات. طيب إذن نعم، وتحسن المناخات، أسأل حضرتك عن أستاذ مخلد، هذه المناخات السياسية تجاه دمشق على المستوى الإقليمي على المستوى العالمي، والأحداث الميدانية اللي تحدث لربما تكون لا تنسجم مع هذا التحسن العالمي والإقليمي، هل راح تتعكر جهود السياسة في تسوية الأزمة السورية؟ يعني بالتأكيد أنا دائما أنظر إلى أفق أوسع، كل ما يحدث اليوم في المنطقة، يعني الضغط باتجاه إعادة سوريا إلى الحاضنة العربية، دعم الدول الجوار لها من أجل يعني رفع الحصار عنها، كل هذه المعطيات التي تحاول بها هذه الدول هي تريد إعادة دمشق مثل ما كانت، أو النهوض بها كدولة عربية ذات إرث وتاريخ. لكن الجانب الأمريكي ينظر عكس ما نحن نفكر فيه. الجانب الأمريكي متى ما اقتنع ضمن الرؤية التي هو يريدها للوضع في سوريا سوف يرضخ إلى الكثير من الأمور، وسوف يتم تسوية الأمور. لكن لحد هذه اللحظة كل هذه العلاقات، كل هذه المناخات اللي تكلمت عنها مع سوريا، لكن كل هذا يحصل بمعزل عن جانب مهم هو الجانب الأمريكي الذي نتكلم بصراحة هو يفرض سيطرته يعني في هذه المنطقة. فبالتالي لا يمكن لسوريا أن تتقسم أجزاء، يعني مناطق حكم ذاتي للأكراد أو قوات قسد، ومناطق أخرى في حلب، ومناطق يعني الكثير من المناطق التي لا يطمح العرب بأن سوريا تتقسم بهذه الأجزاء. إذن أمريكا لحد هذه اللحظة لم تجلس على طاولة حوار مع أي من هذه الدول فيما يخص سوريا. اليوم لديها هدف، وهو كيف تحارب روسيا في سوريا، وأنها تعلم أن الرئيس بشار الأسد هو داعم للتواجد الروسي، هو داعم إلى روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وهذه المعطيات كلها تجعل من الجانب الأمريكي يتصرف بما يراه هو الصح في هذه المنطقة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مخلد حازم الخبير الأمني، أثريت الحوار ضيفا كريما في الأستوديو، وشكري موصول لحضراتكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.